السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عصام كابلي. اليوم إن شاء الله حابب إني أتكلم عن كاميرا فوجي X100V. الآن هذه الكاميرا من الكاميرات المشهورة عند فوجي، وميزتها الرئيسية إنها كاميرا صغيرة الحجم، السنسور الخاص فيها حدود اللي هو يسموه الكروب سنسور، سنسور المقطوع اللي هو أصغر من الفول فريم، وفيها عدسة ثابتة 35 ذات جودة عالية. فكانت هذه هي دائما ميزة هذه الكاميرا. الآن في كلام استباقي، الآن هذه الكاميرا صدرت من فوجي من حدود 8 سنوات. من أول ما طلعت وأنا بتابعها عن قرب، كاميرا ممتازة، أثبتت نفسها بشكلها المدمج وشكلها يعني القديم الريترو اللي تماثل الكاميرات القديمة، مع وجود طبعا هذه الدايلز فوق، فكان شكلها جدا جميل. وفي ناس طبعا كانوا يضعوا لها اكسسوارات جلدية وشيء عشان فعلا تكون زي الكاميرات القديمة، وأنا كنت معجب بها جدا. ولكن اللي منعني من امتلاكها لتصوير حياة الشارع، لأنه أكثر المواضيع اللي تعجبني أنا أصلا تصوير حياة الشارع، فكنت أحتاج أحيانا كاميرا تكون خفيفة وتكون معايا دائما وما تثير نظر الناس وما تلفت انتباههم. وبشكل عام يعني كنت دائما أفضل أن يكون معايا كاميرا بوينت أند شوت صغيرة مدمجة أشيلها محل ما أروح، لكن كان دائما مشكلتي أني ما أحب الصور اللي تطلع من السنسور الصغير في الكاميرات الصغيرة. وإلى الآن مثلا الجوال أنا ما تسبني صورة على الإطلاق، لأنه السنسور صغير وقدراته محدودة وحتى العدسة اللي فيها، فأنا حقيقة يعني لا أفضل على الإطلاق موضوع التصوير بالجوال، وفضل دائما تكون معايا كاميرا. بالإضافة طبعا طريقة مسك الجوال والتصوير فيه ليست يعني مرنة بالنسبة لي شخصيا، وممكن نفرد موضوع عن هذا التصوير بالجوال في وقت لاحق. الآن فأنا هذه الكاميرا اللي منعني من امتلاكها من فترة طويلة عدة أشياء، واحدة منها كان السعر، والسعر ما زال مرتفع إلى الآن مقارنة باللي تقدم هذه الكاميرا، بالإضافة إلى أنه حجمها أنا اعتبرته شوية كبير. ليش معتبره شوية كبير؟ لأنه كان عندي كاميرا، وهذا هو السبب الثالث اللي خلاني أمتلكها، اسمها نيكون A. نيكون A هذه كاميرا عليها كروب سنسور، صغيرة جدا، أصغر من هذا الحجم، موجهة للتصوير بشكل أساسي لأنه ميزات الفيديو فيها كانت تعبانة، لكن كانت بطاريتها ممتازة، ما كان فيها فيو فايندر، كنت أصور بس من الشاشة، لكن كانت تديني نتائج جدا جميلة. وحجمها الصغير كان مثلا يخدع بعض الناس انه يعتبرها ما هي كاميرا قوية، لكنها كاميرا كانت ممتازة جدا. طبعا من عيوبها او من مزاياها برضو حسب نظرتك، كانت العدسة اللي على ذيك الكاميرا 28 مش 35 زي هنا. الان هم دائما يفضلوا 35 كتصوير الشارع على اساس انها تعتبر في الوسط ما بين الوايد وما بين الزوم، فحتى ما يكون في نوع من الديستورشن التشوه في الصورة، بالذات عند تصوير البورتري. فكان هذا اللي مانعني. وفعلا استخدمت أنا النيكون A فترة طويلة إلى مؤخرا قبل كم شهر انسرقت، طبعا هو للأسف شيء بسبب إهمالي يعني، فبقيت بدون عدسة مخصصة لي أو كاميرا مخصصة لتصوير الشارع أو بشكل عام كاميرا تكون معايا محل ما أروح. فرجعت فكرت في هذه الكاميرا، بالذات إنه X100V اللي هو آخر إصدار يحتوي على العديد من الأشياء الجميلة التي لم تكن موجودة في الإصدارات السابقة. بالإضافة إني نظرت إلى كاميرات من شركات أخرى، لكن في النهاية استقريت على الفوجي. الآن من الأسباب خلتني استقر على الفوجي في هذه الفترة إن لها وكيل، يعني حصلت عد كاميرات جيدة من براندات تانية، ولكن طبعا ما لها وكيل في السعودية، فالأفضل وجود وكيل أساس إنها تقدر تكون تحت الضمان، بالذات إنه هذه الكاميرات الإلكترونية بالكامل ممكن يكون خرابها أقل يعني أكثر من خراب كاميرات الديجيتال SLR العادية. فكل الميرورس اللي قائمة على تكنولوجيا الميرورس ممكن إنها تخرب بشكل كبير. بعدين فعشان الضمان هذا كان أهم شيء،
وبالذات أن أسعار الوكيل هنا ما بتفرق كثير عن أسعار أمريكا، فهذا كان شيء جدا ممتاز وحاجة إكسترا للكاميرا. حجمها ما زال كبير شوي، أنا مضايقني لأن أنا أستخدم دائما هذه الشنطة اللي يعني شنطة الحزام في إني أستخدم كاميرات البوينت أند شوت فيها. كانت ما شاء الله حجمها جدا ممتاز مع النيكون A، لكن مع هذه الكاميرا شوية يعني أخذ المساحة كاملة، ولكن ما في مشكلة يعني نقدر نتعايش مع هذا الوضع. فالآن أنا حتكلم على بعض النقاط اللي عجبتني في الكاميرا والنقاط اللي شوية ما ناسبتني، وطبعا هذا رأيي الشخصي ممكن يتفرق معاكم. هذه الكاميرا ما لها فترة طويلة معايا، بالذات كمان مع وضع الحجر خلاني ما أقدر إني أستخدمها بشكل كبير، ولكن صار عندي نوع من التصور للأشياء والميزات والعيوب أو الأشياء التي أنا ما فضلتها في الكاميرا، وممكن مع الوقت نعمل فيديو تاني يتكلم عن هذه الكاميرا. الآن من الأشياء اللي عجبتني جدا في الكاميرا اللي هي موضوع إنها فيها الشاشة المتحركة، هذه كانت إضافة جميلة جدا هذه السنة، لم تكن متوفرة من أول، فهذه تقدر تخليك يعني تصور بطريقة كمان اللي هي طريقة اللي من الوسط، يعني تنزل الكاميرا وتصور، فهذا كمان بيعطيك ميزة إن بتاخد زوايا جميلة وبتاخد بعض الصور العفوية بدون ما حد ينتبه لوجود الكاميرا، فهذه كانت ميزة جدا جميلة. الفتحة دائما هي فتحات تتنوع من الاف 2 الى الاف 2.8 على ما اتذكر الان، لكن هذه العدسة 35 F2 حادة جدا ممتازة لتصوير الاندور وتصوير في الأماكن المظلمة إلى حد كبير، ولأنها معمولة مخصوص لتكون فيكست على العدسة فعلى الكاميرا، فتم تصنيعها بشكل جدا دقيق عشان تديك أفضل نتيجة لأنها ما حتحرك من مكانها. وطبعا هذه ميزة إنه عدم تغيير العدسات بيخلي الكاميرا ما تتأثر به الغبار، إنه ما يدخل فيها غبار. طبعا هذه ميزة وعيب حسب ما انت تشوفها، إذا كان هل انت تفضل عدسة تتغير أو لا هذا موضوع آخر. من الأشياء الجيدة فيها إنها البودي ويذر سيل، يعني يستحمل الأحوال الجوية المطر وزي كده، ولكن المشكلة العدسة ما تستحمل، فالعدسة لازم لها فلتر، والمشكلة إنه الفلتر لازمه زي براكت يتركب بعدين يتركب عليه الفلتر، فهذا بيخلي حجم العدسة شوية بارز على برا، هذا شيء أنا ما أفضله، بالإضافة إلى إنه تدفع زيادة، في حين إنها أوريدي سعرها حدود 5500 ريال، فكمان حضيف فوقها مبلغ زيادة على أساس موضوع الفلتر، أنا ما حبيت الفكرة، لكن تبغاها تكون ويذر سيل بالكامل لازم تضيف الفلتر أو تنتبه وأنت تصور. هذه حاجة. بعدين الفيديو 4K، وهذه من الميزات يعني كانت اللي ثبتني ليها إنها 4K. ال4K يمكن انت ما تحتاجه بشكل كبير، انا اصور بكاميرات فول فريم 4K على ريكورد خارجي يعني حدود 10 بت، فانا ما عندي يعني احتياج فعلي اني احتاج ال4K هنا، ولكن ميزة جدا ممتازة لانه ممكن تفيدك في بعض الاحوال. وحضطر عشان اذكر موضوع الفيديو نتكلم على موضوع تاني اللي هو انا ما احبه فيها، انا كنت حابب اني اجله، اللي هو موضوع السنسور، ما الكاميرا ما فيها مانع اهتزاز، فلازم تنتبه السنسور ما له مانع اهتزاز ولا العدسة، ففي تصوير الفوتوغرافي تقدر تتغلب على هذا الموضوع، لكن في تصوير الفيديو بيكون جدا مزعج لانها بتضطر انها الكاميرا تهتز اكثر من اللازم، فلازم تكون حريص او تصور دائما على ترايبود فيديو. هذه كانت ميزة صراحة يعني او مشكلة انا ما حبيتها. بعدين الشحن عن طريق الـ USB، فهذا شيء جيد بحيث تقدر يعني تشحن من باور بانك او شيء اخر. طبعا هي ممكن تكون عيب، طبعا حنتكلم عن هذا الموضوع. في ازرار خارجية عشان سرعة التحكم في الكاميرا، بعضها ممكن انك تبرمجه على اساس من تتحب. الحجم صغير، اصغر من احجام كاميرات ثانية، وهذا طبعا يعني له وعليه، يعني زي ما قلت لكم انا ماني حابب حجمه انه بالحجم ده، ولكن بالنسبه لي يعني اهون من حجم الكاميرات العاديه، فهذه كمان كانت ميزه كويسه. هي طبعا ويل بيلت، لما تمسكها كده وتحس في يدك كاميرا جدا ما شاء الله ممتازه، تحس انها يعني فعلا مصنوعه من مواد
جيدة. بعدين الأشياء اللي أنا ما نسبتني كثير فيها طبعا السعر، هذا أول شيء. بعدين طبعا عدم التحصين اللي تكلمنا عنه للعدسة. بعدين في عندك الفلتر، فيها فلتر جوتها اللي هو الاندي. الآن الفلتر هذا ممتاز جدا، إنك تقدر يعني إنك تحد من كمية الإضاءة اللي تدخل للعدسة عن طريق فلتر بيلت إن، ما تضطر إنك تضع فلتر خارجي الاندي. طبعا ناتشرال ديستي فلتر زي ما انتم عارفين هو يجي غامق على أساس إنه يقلل من دخول الضوء للكاميرا، لكن المشكلة الغريبة فيه إنه ما يشتغل مع الفيديو. هذا أمر جدا عجيب، أنا أحتاجه في الفيديو أكثر من الفوتو، لأن يعني بالفوتو أقدر أرفع السرعة زي ما أبغى على أساس أحد من الضوء، لكن في الفيديو ما أقدر. فليش ما بتشتغل مع الفيديو أنا ماني عارف الصراحة حقيقة، ولكن أأمل إنها تكون موضوع سوفتوير، وإذا أنضاف السوفتوير أو الأبديت على الفريموير إنها تنحل هذه المشكلة، حنشوف في المستقبل. بعدين ما في مكان، ما في زر للفيديو بحيث إنه تيجي تضغط على زر على طول تصور فيديو، لازم تدخل من المنيو. هذا أمر غريب جدا، يعني في كثير من الكاميرات اللي شفتها ما لها زر معين للفيديو، وهذا أمر غريب. يعني خلاص خلي زر إنك تضغط عليه تشتغل على طول، ليش لازم أروح أغير وأبرمج من داخل الكاميرا؟ وأضطر طبعا الإعدادات أغيرها والكلام ده كله. الحرارة هي مشهورة بموضوع الحرارة ده، هنا بتشعر بحرارة في ده المكان. ليش بتشعر فيه مع تصوير الفيديو؟ ما نعرف حقيقة يعني ليش ما عالجوا الموضوع ده. فوجي فيلم شركة عريقة كان مفروض تعالجوا، هم عملوا فريم وير أبديت نزلته على الكاميرا بيتحكم في قوة التصوير، في قوة البروفومس حق السنسور جوا والكمبيوتر اللي فيها، فبيخلي شوية انها ما بتحمى، ولكن حرارة الساعة موجودة. فأتمنى انها تكون مشكلة ممكن تنحل في المستقبل. طبعا اذا تكلمنا على موضوع الشحن عن طريق اليو اس بي، هو زي ما هو ميزة بالنسبة لي هو برضو عيب. افضل دائما يكون في شاحن مع الكاميرات، للأسف الشركات ما عسرت تحط شاحن. الشاحن ميزته انك طبعا مع الكاميرات الالكترونية هذا الميرورليس تضطر دائما يكون عندك اقل شيء بطاريتين، فالبطارية الثانية اذا استخدمت لها شاحن خارجي بيكون افضل، على اساس انك بتشحن على طول بشكل سريع، وبتقدر انك على طول تشيل بطارية وتركب بطارية وتشتغل تكمل تصويرك، بدل ما تضطر انك تستنى تشحن عن طريق اليو اس بي، او تروح طبعا تشتري تشارجر خارجي وتدفع عليه زيادة، وهذا شكله اللي حيصير. لكن حنشوف الان، انا معي غير بطارية واحدة، حنشوف المستقبل اذا كنت هحتاج او لا. طبعا المقبض ممكن بعض الناس يقولك الجريب ما هو يعني مناسب ليدي، ممكن شوية متعب بالذات مع التحكم في الأزرار، لأنه هذه الكاميرا فكرتها أنك تصور بيد واحدة. ممكن طبعا أنك تضيف اكسسوارات تخلي المقبض أريح بالنسبة ليدك، موجود اكسسوارات كثيرة ليها أساس تريحك شوية، لكن أنا أي اكسسوارات إضافية بتكبر حجم الكاميرا، وهذا ضد اللي أنا أو ضد الفلسفة حقيتي في شراء هذه الكاميرا. طبعا هي ما هي سريعة من ناحية، هو الفوكس سريع فيها، لكنها لا ما تنفع لموضوع تصوير الرياضة أو الأشياء المتحركة. الآن في موضوع كده إضافي على موضوع الفريم وير أبديت، حسب ما عرفت من اطلاعي مع الأشخاص اللي يمتلكوا كاميرات فوجي، إنه الفريم وير أبديت لأنها بيستمر التحسين أو التطوير للكاميرا لسنين، يعني تستمر فوجي فيلم إنها تنزل فريم وير أبديت باستمرار لكاميراتها. وفريم وير أبديت ممتاز فعلا، لأنه حسب كلامهم إنها الكاميرا بتصير تقريبا كأنها كاميرا جديدة، يعني فعلا بيعرفوا يشتغلوا على فريم وير، فعلا يفرق معاك غير بعض الشركات اللي تنزل فريم وير أبديت وما أنت فاهمهم حقيش، زي أبل مثلا بتنزل أشياء كتير عندي التابلت باستمرار بيطلب أبديت وماني حاسس في شيء كتير بيحصل. لكن سيبوكم من الموضوع هذا، موضوع كده دخل في هذا. هذه يعني هي المواضيع اللي بتكلم عنها. الآن هل أنا يعني أنصح بهذه الكاميرا؟ الآن إذا تبغى واحدة كاميرا تأخذها معك في السفر، تأخذها في أي مكان، حجمها صغير، تشحنها من أي شيء، مستعد إنك تقيد نفسك بالخمسة وثلاثين. وبخصوص التقييد بالنفس، أنا كنت في دوراتي بدي الطلب اللي عندي واللي بعض الناس اللي يحبوا التصوير بديهم نصائح انه حاول تروح رحلة التصوير بعدسة واحدة، لانك حتطلع بنتائج جدا جميلة من عدسة واحدة، ما هي زوم، عدسة فيكس. طبعا حتضطر تستخدم الفوكس القدمي،
تروح وتجي بشكل كبير، لكن حتحصل على نتائج جدا جميلة وحتتفاجأ بالشيء اللي ممكن تعمله بعد سنة واحدة. فإذا حابب إنك تأخذ عزة زي كذا، مجال جدا ممتاز، ينفع المواضيع كثيرة، حياة الشارع، العمران، البورتري، لاندسكيب بينفع. وكنت أنا أفضل إنها ما تروح للأماكن الطبيعية، وده أساس إنها يعني لا يدخل فيها غبار وتنعدم، وهي يعني أفضل تكون للمدن، ويكون عندك كاميرا تستحمل شوية تقدر تأخذها للأماكن دي. في بدائل طبعا إذا حبيت إنك تأخذ مثلا. بالنسبة لي أنا كنت أفكر في الزي 50، أنا مصور نيكون بشكل عام، جميع كاميراتي نيكون من سنين، واستخدمت الميديا فورمات فيز 1 لفترة، فاستخدامي دائما كان الفور سنسور وانت طالع. فكنت بس أفكر في الزي 50، أكبر من دي بشوية لكن كبيرة كانت بالنسبة لاحتياجي. كاميرا عدسة متغيرة، ميزات جدا ممتازة، كاميرا يعني محترمة، كروب سنسور زي هذه، وسعرها 4000 ريال مع عدسة متغيرة، تديك مجال أوسع، تديك زوم، تديك وايد، فكانت يعني جدا ممتازة كباكج تشتريه وتخليه معك للسفر والرحلات إذا مستعد إنك تشيلها. لكن أنا عندي أوريدي الحمد لله ماني محتاج، لكن أحتاج كاميرا صغيرة معايا. فإذا أنت تحتاج زي كده تبي تأخذها معاك في رحلة واحدة، أنا الحين يعني إلى حد ما مطمن إن شاء الله لو أطلع رحلة هتكون دي معايا لحالها، هتقضيني في الرحلة طالما فيها لاندسكيب. وطبعا ميزات البانوراما، ميزات البراكتينج، ميزات مليانة، ما عندك أي مشكلة في ميزات التصوير، فوتو ستاكينج، كل شيء موجود. كل اللي تحتاجه إنك يعني فكرك الإبداعي وتتكل على الله. فهذا كان موضوعنا على دي الكاميرا، إن شاء الله يكون عجبكم، إن شاء الله هنزل مواضيع أكثر عليها بعد التجارب يعني القوية عليها. فإذا عجبكم الموضوع رحب بلايك واشترك في قناتي، قناة عصام كابل لتصوير الرحلات، ومتابعتي على الانستغرام عصام كابل فوتوغرافي، وشكرا لكم.